عمر 31 سنة برازيلي لديه خبرة كبيرة احترافية، وسنرى ما الذي من الممكن أن يفعله. هذا كاكي، هذه الفرصة الأولى، يتقدم هل يستهدف قطر والأهلي؟ راح نشوف أهداف، لكن لا نعلم ما الذي من الممكن في نهاية المطاف. طبعا 4 هزائم بالنسبة لنادي قطر، لديه 4 أهداف فقط سجل في مرمى 9 ولديه 3 نقاط. شيدوب بالكعب علي عوض، التدخل موجود من جاسم محمد راشيدوب، نقلات لا زالت قطروية لكنها في النهاية تذهب إلى خارج أرضية الملعب. لدينا رمية 23 سنة في نادي قطر، عندك محمد عماد تحت 23 سنة، محمد العباسي تحت 23 سنة، عبد الله بصورة ممتازة، نعم بصورة ممتازة من النادي، لكن راشيدوف تقريبا سقط في أرضية الملعب. يلحظ راشيدوف، يمرر راشيدوف والكرة بعد ذلك تتخطر ليوسف أيمن. بالفعل من حقهم، صحيح من حقهم، صحيح، هذه بطاقة صفراء أعتقد لأنه الكرة واحدة. تعود مرة أخرى لمصلحة نادي قطر، كرة تلعب ناحية راشيدوف، راشيدوف يسدد، راشيدوف وإسبالدو رودريغيز يبعدها، راشيدوف سننتظر ذلك. خطأ قطراوي، كرة تلعب في الجهة اليمنى بصورة ممتازة، هل المرور كرة العرضية تسديدة الأرضية من مين؟ هذا راشيدوف يكسب ركلة زاوية. في الشوط الثاني الأهلي والله عنده 3 أسماء 4 أسماء هجومية جيدة. هنا لدينا الله، جول للأهلي. راشيدوف يحاول المرور لكنه الكرة بعد ذلك تبعد. وصلت محمد اضع عند عبد الله عبد السلام، لكن هنا خطورة تأتي خارج عبد الرؤوف، تتهيأ خطيرة للغاية، راشيدوف يسدد. بدأ يتحسن بشكل أكبر مع النادي الأهلي، بدأ يعني دور تطوير الهجمة في النادي الأهلي تحت رئاسة في بطولة الدوري 19 من اكتوبر. هنا لدينا تسديد الان تاتي من راشيدوف الى خارج ارضية الملعب، ركلة زاوية لمصلحة الميدان. بدأت المباراة وانطلقت عموما. نادي الخور هو من سيبدأ عن يمين السادة المتابعين ب 4-2-3-1، هي طريقة الخور. بداية سريعة المرمى، لدينا رجب حمزة، بعد ذلك خالد رضوان، هلال محمد، مصعب عبد المجيد، علي قادر، ابراهيم امادا، نايف البريكي، احمد المهندي، تسجيل ل3 أهداف في مباراة الخامسة. لسه توها تبدأ، لسه في البدايات احنا، وممكن كثير من المعطيات نشاهدها في اللقاء. قطر مجددا حاضرة، تصل في الطرف الايمن الى علي بوجلوف. هنا امامنا على الصورة رمية تماس تاتي لمصلحة قطر، معتز يلعب رمية التماس حاضرة في الجبهة اليمنى، عبد العزيز عادل داخل منطقة راشيدوف. اننا سنكون امام لقاء عامل بالاهداف، لكن رجب حمزة الرجل اللي يعرف هذا المرمى جيد جدا ويعرف هذه الخشبات جيد، تنفذ سريعة. احمد معين خلفية كالفز الرشيدوف، قطع لمصلحة أحمد قبل هذه المباراة أمام الريان ب3-1. الوقت الضائع الريان ضرب فيه الأهلي وقلب عليه الطاولة. راشيدوف ينطلق مجددا، راشيدوف يحاول والتغطية تنقلب في الوسط، أحمد معين إلى خالد عبد الرؤوف، ينقل الكرة لراشيدوف، الاثنين تزاملوا سويا مع نادي الجيش، خالد عبد الرؤوف ورشيد أكرع لمصلحة نادي قطر في الخط الخلفي. معتز ماجد
باتجاه راشيدوف لكنها الى خارج ارضيه الميدان على مرتده بوجلوف. بوجلوف يتقدم. بوجلوف يحاول. بوجلوف تاخر 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 الان ينقل الى راشيدوف. راشيدوف راشيدوف ورجب حمزه تعود بلمسه. عبد العزيز عادل وكارفلز بالابعاد في الدفاع تصل الى راشيدوف. راشيدوف يتقدم. راشيدوف خطير لبهاء من الخلف الان قطر في بناء اللعب نقله اماميه بشكل ممتاز تصل في الجبهه اليسرى الى راشيدوف. مر راشيدوف يتقدم الان ركله جزاء لكنها مبعده من الدفاع خالد احمد. تعود النقله حموداني ابراهيم ينقل كره اماميه لكنها خاطئه مقطوعه لقطر. معتز ماجد بشكل ممتاز الى راشيدوف. راشيدوف الان للملك القطراوي. راشيدوف يحاول المرور طريق امامه مغلق يضطر العوده للخلف. ممتاز تقدم عيسى تصل الكره في الجبهه اليمنى حاضر التصويب ممتاز سيريانسكا السويدي كل العارضة بعد القائم. القائم كان في الشوط الأول ممتاز للأمانة بشكل كبير. بهاء ممدوح في الخط الخلفي هادئ جدا واثق من قدراته وحتى اللحظة في المباراة ما تركز صعب مطرح قطر محاولة التقدم مرور تعود في الوسط خالد عبد الرؤوف يلعب كره بينيه ممتازه ممتازه هنا راشيدوف. راشيدوف راشيدوف والدفاع والدفاع والتصوير لكنه يعود ليخسر واخرها مباراته الاخيره اللي خسرها طبعا من الغرافه 3-1 عندما تاخر بهدف تقدم بهدف لكن 20 ثانيه فقط. جاسم الهيل يلعب كرة أمامية راشيدوف استقبال جيد محاولة المرور إبراهيم أمادا يقطع تعود من خلال أحداث هذا اللقاء فيما تشكيلة فريق نادي قطر. جاسم الهيل حاضر في حراسة المرمى بالرقم 1 لدينا في كبير على مستوى منتصف الملعب في فريق نادي السيلية الحديث عن مجدي والسعيداني ونذير بالحاج منذ الموسم الماضي هؤلاء الثلاثة موجودين. كرة عكس دخل إلى الصندوق كان خطيرا كاد أن يسجل لكن كرة ذهبت بسهولة إلى أحضان جاسم الهيل. جاسم الهيل حتى اللحظة تو جول كيبر سيفينج وهنا التسديد قيمة كبيرة للفوز في هذه المباراة فوز سيلية في ظل وجود مباراة مؤجلة سيصعد به يعني حتى اللحظة بعد هذه المباراة ويصل سيليا المنطقة اللي كان من المفترض يتواجد فيها على أقل تقدير يا أما كريم أنصاري فرد يا أما ماهر يوسف لكي يحول كرة المنهال. في كل الحالات صافرة وخطأ نقل اتجاه الكرة أقصى الجهة اليمنى سردار راشيدوف يذهب عبر الجهة اليمنى. راشيدوف عند القدرات الجسمانية الممكنة بحاجة إلى تطويعها ينقل في التصدي لحراسة مرمى فريقة فريق نادي تلعب الكرة سردار راشيدوف المرور بشكل جميل تلعب الكرة بهذه الطريقة إلى سردار يتقدم راشيدوف معها الكرة يمرر في الكرة الأوكرانية الجزيرة والشباب السعودي هنا الهجوم الآن لنادي قطر علي عوض بالرأس خالد عبد الرؤوف خارج أرضية الملعب سردار راشيدوف تحديد البطل الاسيوي والامريكي الجنوبي القارات الوحيده حتى اللحظه التي لم تحدد هويه لقبها او بطلها الذي سيتواجد هنا في الدوحه ديسمبر صافره وخطا الروح والعطاء في ارضيه سردار راشيدوف يحاول المرور من عادل بدر وهو لاعب ايضا يقدم مباراه ايجابيه يفقد الكره راشيدوف يفقد بالنسبة لنادي قطر أفضل أفضل منذ نزول خالد عبد الرؤوف أداء قطر أصبح أفضل مثالي أكثر تحركات راشيدوف وعلي عوض ما زالت مستمرة راشيدوف يلعب الكرة العكسية وأنت حاضر انطلاقة من المنتصف من العمق المادي برحمة يهاجم الأدفانتج موجود
راشيدوف داخل المنطقة، راشيدوف عادل بدر ما زالت برافو عادل برافو يظهر في مباراة هذا في ظل غياب الياس. هنا محاولة المرور ما استطاع ماهر يوسف خارج منطقة الجزاء، عمل الإضافة مع كريم أنصاري فرد مع مبارك مصطفى، يحاول مرور من ناصر بيير. ناصر برافو برافو ناصر ببراعة قطع الكرة، يبدأ هجمة لدى السردار راشيدوف. السردار راشيدوف يطلع من عادل بدر، يلك الكرة المبارك بصوفة، حكم المباراة شي يقول، يقول ما فيها شيء ما فيها شيء، وبالتالي يأمر باستئناف اللعب. هجوم انطلاقة مع نادي الريان قبل ذلك مع العربي، لكنه اليوم يتواجد أساسيا بتشكيلة المدرب كارلوس ألوس. المدرب عادل عادت إلى كابانجا، كابانجا يمردها إلى راشيدوف، راشيدوف يحاول المرور، يمر رشيد من الأول، يعرضها خطيرة عام لدورينا هنا في بداية هذا الموسم الذي نتمناه كبيرا، ونتمنى أن تكون الإثارة موجودة، لأن الوكرة الآن يبدأ هجوم. أيمن يوسف، أيمن في الجهات اليسرى، راشيدوف، راشيدوف يمر ويتقدم ويبحث عن عرضية، العرضية 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 موجود، من قادم من دحيل، أحمد معين قادم من دحيل، عندهم مجموعة من اللاعبين، قلت لك الانتدابات القطراوية جميلة جدا حقيقة، لكن بالأرقام
التي أجراها الملك. هذه ليست نهاية المطاف لأن عندنا ربع ساعة عزيزي المتابع على نهاية المباراة. ربما الملك يعود ولكن أقول بأن الملك لكنهم متقدمين بهدفين مقابل شيء. الكرة النقل للأمام والمحاولة مستمرة للمرور. الملك يحاول أن يتقدم ولكن الكرة